مرة تانية معاكم مستمرين في طريق التالت، وهنناقش معاكم النهاردة مشكلة مؤرقة للستات وممكن للرجالة اللي لهم علاقة بالستات، أزواجهم يعني. مشكلة الشعر الكثيف عند المرأة، مشكلة ممكن تكون كونفيدنشال شوية أو مشكلة خاصة شوية، بس لازم نناقشها لأن جمال المرأة طبعا يهمنا وصحة المرأة تهمنا، وطبعا هذه المشكلة بتؤرق عدد كبير وبتكون سبب في حرج ناس كتير أحيانا. طب يا ترى الموضوع ده له أصل وله علاقة بالغدد والهرمونات بتاعة الجسم، ولا الموضوع له حسابات تانية؟ تعالوا نطرح هذا الموضوع على ضيفي وضيفكم، وهو قامة طبية عالمية، هو الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد، أستاذ الغدد الصماء والسكر ومدير والمشرف العام على مركز الغدد الصماء والسكر. دكتورنا مساء الخير. اهلا يا استاذ هاني، اهلا وسهلا. انا عايز اقول لحضرتك المشكله دي مشكله عالميه مش مصريه او عربيه. لا، هو حضرتك زياده نمو الشعر في السيدات في الاماكن الغير مرغوب فيها، يعني احنا عشان نقول اول الاماكن المرغوب فيها للشعر في السيدات مناطق قليله جدا، هي بتتمثل في الابط ومنطقه العانه، يعني الابطين ومنطقه العانه. بل بالعكس، عدم وجود شعر في هذين المنطقتين، اللي هو ثلاثة بقى، ابط يمين وابط شمال، وبعدين منطقة العانة، يبقوا ثلاثة أماكن. الثلاثة أماكن دول لو لم يوجد فيهم الشعر فده يبقى خلل هرموني عند السيدة، ويبقى نموه غير طبيعي، ودلالة من دلالة تأخر البلوغ، يعني ده علامة من علامات البلوغ. ويسبق ده حدوث الدورة الشهرية في البنات لما بتبدأ تيجي لهم الأول. الاماكن الغير طبيعيه اللي هي بتبقى عندنا احنا عند الرجاله، اللي هي الى جانب يعني الرجاله والستات، لو منطقه العانه ومن تحت الابطين. تمام. الرجاله بيبقى عندهم الشنب طبعا والدقن، وبعدين ممكن الشعر في منطقه الصدر ومنطقه البطن، وممكن يعني اعلى الفخذين وما الى ذلك. السيدات لو طلع فيهم الشعر ده بيبقى ده غير طبيعي. انت حضرتك تفضلت قلت مشكله عالميه، وانت قلتها كده بالصوره الاعلاميه. لكن هو فعلا في اماكن في العالم بينتشر فيها نمو الشعر الزائد عن اماكن اخرى. يعني مثلا منطقه الحوض البحر المتوسط من الاماكن المشهوره قوي ان منطقه الشعر الزائد في السيدات معروف. وبساعات احيانا بنعتبره نوع من انواع بعض انها دي بقى دي طبيعتها كده، طبيعه المنطقه، طبيعه البنت كده اللي عايشين في المناطق دي. يعني احنا حوض البحر المتوسط مش مصر بس، ولا ليبيا، ولا لا لا لا، خدش فيها فرنسا، ده جنوب البحر المتوسط، وايطاليا، جنوب اوروبا، واسبانيا، جنوب اوروبا، ايوه، وتركيا واليونان، دول كلهم معانا. واخد بال حضرتك؟ حوض البحر المتوسط ما تفهمش ليه، هل البحر ده كان فيه شعر كتير؟ ما تفهمش، ممكن يكون كسر. فاحنا البنات عندنا او السيدات مشعرات، ولكن امتى نقول ان دي طبيعيه أو غير طبيعية أو الموضوع زايد عن حده؟ هو في جميع الأحوال هنعالجه. أولا في جميع الأحوال هنعالجه، بس الوصول إلى الهدف، لأن أحيانا نعالجه بطريقة هنشرحها مع بعض إن شاء الله يبقى عندنا وقت، اللي هو يعني إعادة تأهيل البيئة المناسبة الهرمونية حتى نتجنب النمو الزائد للشعر في المناطق الغير مرغوب فيها في السيدات. ولذلك كنا نقول ايه الغير مرغوب فيها، ده تحديدا تحدد اماكن مرغوب فيها، الاماكن غير في اماكن مرغوب فيها. على فكره لو ما وجدتش قلت لك يبقى غلط، يبقى عندها حاجه غلط. يعني في امراض مثلا مش عاوز يعني المفروض ان انا لا اقفز بسرعه، ولكن نقص هرمون الغده الدرقيه مثلا او الغده النخاميه اللي بيجي ممكن بعد الولاده وحاجات كده، حاجه مفهومه ومشهوره، ان يحصل سقوط لشعر السيدات اللي موجود في منطقه الابطين والعانه. يعني اذا هنا ده بقى مرض. واخد بالك؟ فاذا الموضوع طيب، احنا معروف ان يقول لك فاميليال، ما هو ممكن دلوقتي يعني بعض الستات يقول لك يا دكتور ده كويس انه ما يطلعش، احنا مش عايزين حاجه تطلع خالص. لا حضرتك، احنا اتفقنا. يعني هل انت حضرتك الشعر بتاع الدقن بتاع الرجاله ده مزعج لينا كل يومين او كل ثلاثة او كل يوم، كل يوم في بعض المناصب؟ ولكن لو ان لم يوجد الا يعني اذا اختفى فمعناها ان هناك في خلل عظيم في عمليات الهرمونات الذكوره في جسم الراجل ده. يعني هو بيخاف، حتى بيبقى قلق، حتى لو هو ذكوريا كويس، هو بيحس في هذه الحاله ان هو غير مكتمل للرجوله. صحيح. او الذكوره، بلاش الرجوله، الرجوله ده سلوك. صحيح. الست ممكن تبقى راجل في السلوك. الذكوره هي الفسيولوجيا. الفسيولوجيا هو الذكوره. اضطراب الهرموني احيانا يبدو انه سقوط الشعر في المناطق الطبيعيه،
واللي هي المهمة في السيدات. طيب احنا عندنا قلنا منطقة البحر المتوسط حوض اللي البحر. احنا منها حوض البحر المتوسط ده مش عراق. حتى الجماعة الأجانب في رجلهم كده ساعات وانت ماشي لو ما خدتش بالها تلاقي شعرهم طالع زي الرجاله بالظبط. وهو ساعات بيبقى ما هو ده من هنا بقى ياتي الحرج اللي احنا اتكلمنا عليه في المقدمه بتاعت الحلقه. من هنا بياتي الحرج في بعض المواقف لبعض السيدات. نعم ما هو احنا ما احنا عشان كده هنتكلم. هل جميع الشعر لازم يتعالج؟ لازم يتعالج. ولكن انا عايز اقول امتى يكون في ازواج دفينه؟ طب انا هديك يعني الكونتراست او الميزان اللي هنمشي بيه. لا انا عايز اقول أش 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 العكس. احنا قلنا ممكن يبقى يكون حوض بحر متوسط وليست هناك اسباب عويصه. في سرطانات تعمل كده. فبالتالي لازم انا استيقن واستوضح ان وجود هذا الشعر ليس خللا نابعا او نتيجه لمرض خطير او لمرض حتى بسيط. هنا هعالج اصل المرض. بس بينما ان انا هلاقي ان ده ما فيش حاجه خطيره هنا هعالجه برضه وهظبط له بيئه هرمونيه اخرى، وده هنتطرق اليه في حديثنا. طب بس هو في حد دلوقتي ممكن يقول لنا طب يا دكتور ده احنا بنشوف مرضى السرطان بيحصل عندهم تساقط للشعر؟ لا، سقوط الشعر في مرضى السرطان عاده ناجم من العلاج الكيماوي، من الجرعات الكيماويه. الجرعات الكيماويه. ودي ليه؟ لان بوصله الشعر نفسها او حويصله الشعر او خصله الشعر دي من الاماكن سريعه النمو. يعني انت سيادتك مثلا الشعر مثلا بيطلع سنتي كل قد ايه؟ مثلا كل 15 يوم. كل 15 يوم مثلا. مثلا يعني 21 يوم يبقى سنتي ونص و2 سنتي، فلذلك بتحلق انت كل شهر تقريبا. هذا نمو سريع. الادويه التي تثبت تثبت بالثين بالثالث ثلاث نقط تثبت في في المناعه دي بتقلل نمو الخلايا. فالاماكن الخلايا التي تنمو بسرعه تظهر فيها العوار. عشان كده بيحصل تساقط. دي اماكن ولا برضه نخاع العظام. نخاع العظام ده كل شويه عمال يطلع دم. بينما مثلا الجلد العادي ممكن الجلد ده يقعد 6 شهور عشان يغير. فمن هنا ما بيبانش فيه الاثر. الغشاء المخاطي بتاع الامعاء بيتغير تقريبا كل يوم او 3، ولذلك ممكن يجي لهم تقرحات في المناطق دي. فاذا المناطق الناس الرجاله اللي هم عمليه تخليق الحيوانات المنويه بتتخلق كل يوم. فمن هنا يحصل وقوف لنمو الخلايا اللي هي في صوره نشطه او على نشاط عالي جدا تتاثر بالمواد الكيميائيه التي يعالج بها الامراض السرطانيه. طب ارجع تاني بقى للستات. ما انا هرجع. والشعر الزائد في الزائد غير المرغوب فيها. قلنا منطقه البحر المتوسط بتاعتنا احنا من الناس اللي في الحوض البحر المتوسط اللي احنا مبتلين بهذا. احنا في الحوض. في الحوض. اتنين العيله. الوراثه، عامل الوراثه. سميه كده. بس يعني امها وخالتها واخواتها الولاد ومش عارف ايه، فالعيله دي معروف انها برضه مشعره. ثلاثه ان العيله كويسه والبحر المتوسط مش تبعها. بس البنت دي طلعت كده بنسميه كونستيتيوشنال في الطب. يعني خلقي. خلقي طبيعي بالنسبه لها. لحاله بعينها. الثلاثه دول يعتبروا فسيولوجي. يعني يعتبروا حاجات احنا نقبلها هنعالجها. بس نقبلها وما نخافش ان في هناك مرض دفين نتج عنه زياده نمو الشعر في الاماكن الغير مرغوب فيها في السيدات. هنا بقى يبقى لازم نبص لامتى الشعر هيزيد في السيدات. في تحت او يعني تحت وطاه اضطرابات معينه. الحقيقه معظمها اضطرابات هرمونيه. الراجل والست اللي بيحدد في توازن ما بين، يعني الست فيها هرمونات ذكوره بتطلع من الغده الكظريه وبعضها بيطلع من المبايض قليل قوي، والراجل فيه هرمونات انوثه بتطلع برضو حضرتك من الخصيتين ومن في المنطقه دي الاكثر من كده. ان الهرمونات الذكوره اللي هي التستوستيرون، وبالنسبه للسيدات الكل حافظ الاستروجين، الاثنين التركيبه الكيميائيه متماثله ما عدا اختلافات بسيطه في نهايات الصباغه بتاعه الهرمون. يعني لو انت احنا دلوقتي سيادتك لابس قميص ابيض زي الفل اهو، هنعمل القطن وهو طالع من الغيط ونغزل نشيل منه البذر كانوا بيسموه زمان نحلقه، وبعدين ويفرينج يعني نعمله مش عارف ايه خيوط، وبعدين ننسجه، وبعدين نعمله قماش
ونيجي على الطباعه الاخيره. سيادتك عشان رجل هنطبعه لك مثلا اخضر والست هنطبعه لها ازرق او روز بقى مثلا يبقى الخطوه الاخيره هي في الاثنين هرمون الاستروجين الاثنين قطن بس ده لونه وده لونه بس خلينا نرجع بقى نسقطها على الهرمون. الاستروجين والتستوستيرون متركبه واحده ما عدا في مرحله اخيره الصبغه وبتحصل تقريبا بعضها يحصل في تحت الجلد يعني في النسيج الدهني فاما يروح اللي هو الهرمون ده اللي هو لسه لم يكتمل وناقص له خطوه يجي في الرجاله لو دهن كتير يتحول لانثى والانثى يتحول لذكر يعني ولذلك البدانه والسمنه بتقلل من الاخصاب في الرجاله والستات لان الهرمون الذكوره في الرجاله في النسيج الدهني القلابيز اللي موجوده يتحول الى انثى تلاقي ما عندوش قدره جنسيه الحمد لله الواحد خس تلاقي القدره الجنسيه مش قد كده الانتصاب مش قد كده الحيوانات المنيه مش قد كده هو برضه يبقى ايه يعني متختخ كده وله شكل معين حركته نفسها بتقل لا دي الحركه ملهاش علاقه انا بتكلم يعني كذكوره السيده البدينه المفروض التبويض يبدا يتاثر الدوره الشهريه تبدا تتاثر يبدا يطلع لها شعر ليه لان الهرمون اللي كان المفروض يروح تحت الجلد الكتير ده اللي يبقى مش قادر يوصل لا بدل ما يبقى استروجين يتحول لتستوستيرون ذكوره اكتر النسيج الدهني في السيدات يعني هو خطر في السيدات يديني هرمونات ذكوره وفي الرجاله يدي هرمونات انوثه هو نفس الدهن هي البدانه واحده بس تاثيرها هنا سلبي تاثيرها هنا سلبي عكسي وهنا عكسي هنا عكسي وبالتالي البدانه لما تيجي واحده مثلا عندها شعر كتير من اول هو الرجوله الذكوره تستوستيرون ده اللي هو الرجوله الذكوره اللي كان بيتحول في الكتله الدهنيه اللي كانت بتبقى مثلا 5 أضعاف أو 10 أضعاف الطبيعي في دائره الدهن هيقل هيبقى درجه معينه والعكس صحيح الرجل التخين اللي هو يعني ما عندوش انتصاب ما عندوش رغبه جنسيه ما هو في رغبه صحيح في قدره القدره هو الانتصاب والرغبه والاخيره اللي هي الفيرتيليتي اللي هي الكفاءه لا اللي هو حضرتك الفيرتيليتي اللي هو الخصوبه تمام الثلاثه مالهمش علاقه ببعض بس اللي بيربطهم هرمون التستوستيرون هرمون التستوستيرون يزود الرغبه على فكره يزود الرغبه في السيدات كمان يعني انت بتكون سيده بارده وعايز تحفزها جنسيا تاخد تستوستيرون ما تاخدش استروجين يا سلام طبعا وده ربنا خلقه سبحانه وتعالى بنسبه 30% من الرجل عشان يديها الرغبه الجنسيه يبقى الرغبه الجنسيه في السيدات هرمون ذكوري خبر حضرتك ايضا هرمون الذكوري بالنسبه للسيدات بيخلي العظم بتاعها قوي ما يحصلهاش هشاشه عظام ده برضو من نوع من الحاجات الجيده جدا السيدة زي ما اتفقنا هيبقى اضطراب في الدورة الشهرية التبويض يقل ما يبقاش كويس هي نفسها الرغبة الجنسية ربما تنعدم مش تقل بلاش تنعدم تقل عن الطبيعي مجرد ما تخش تبقى زي الأمورة كده بتاع ونحن نفسها بتاعتها تعدم فهنا يبقى احنا اتفقنا السمنة قد تكون هو السبب الأساسي في ضبط الهرمونات مجرد ان احنا نخس الشعر هيقل في حد ذاته طيب ايه تاني اللي يعمل في مرض شائع قوي وبنتكلموا عليه بيجي دايما ومنتشر في مصر وبيجي للبنات من سن 16 ولا 14 لحد 30 سنة اللي هو تكيس المبيضين تكيس المبيضين في البنات اللي بيعالجوه الغدد الصماء اللي هو احنا اخبار حضرتك اما تكيس المبيضين في السيدات اللي يعالجوا زملاتنا بتوع النساء واحيانا يحبونا احنا اكتر من بتوع النساء واخبار حضرتك ما هو اكتشافه ازاي في البنات هو هيبدا حضرتك هو له ممكن شعر زائد مؤشرات مؤشرات شعر زائد الصوره اصل الصوره لو احنا حطيناها كصوره مكتمله مش كتير لو جمعنا البازل هنوصل للصوره كامله لا بس مش معنى ذلك ان لازم كل واحده تعاني باللي كل اللي انا هقوله مش شرط مجتمعين يعني في بنت مثلا ما حصلش دوره شهريه من اساسه وفهمت تجيلها على سن 12 او 14 سنه او تتاخر شويه وبعدين تيجي سنه ولا حاجه وبعدين تقطع وبعدين تنتهي وبعدين تيجي وتروح يبقى متقطعه او يعني ما جاتش خالص الدوره الاعدام او جت وتقطعت او جت واختفت واخبار حضرتك دي مؤشرات
دي مؤشرات. نمره اتنين ممكن يبقى معاه شعر زائد، والشعر الزائد لو كان موجود ومعاه اضطرابات في الدوره الشهريه يبقى مرض وحش، يعني بياخد منا جهد كبير. هنا انت جمعت اتنين. لا اصل احنا عايز نقول ايه؟ ان الجلد بتاعنا ده عشان الشعر يطلع في مناطق غير مرغوب فيها في السيدات له حساسيه تاخد للهرمونات الذكوره بين بنت والتانيه. ان كيس يعني كل حاله، يعني انت احنا اتفقنا ان في هرمونات ذكوره موجوده في الناس البنات اقل من الرجاله بنسبة طبعا، بنسبه واحد لعشره مثلا. تمام. الكميه دي غير كافيه انها تنتج شعر في جسم السيدات في المناطق الغير مرغوب فيها، احنا قلناها مثلا في الدقن في الشرع مش عارف ايه في منطقه الصدر الكلام ده كله. طيب بس ساعات تبقى يعني خصله الشعر في المناطق دي حساسه للكميه القليله من هذا الهرمون. اقول ضعيفه ممكن؟ لا هي حساسه زياده بالعكس. ده بتستجيب لهذه النسبه القليله من مستويات هرمون بتتغذى عليها. الله يبارك فيك للاسف. لا ده الكميه القليله دي كافيه انها تغذيها. فمن هنا يبقى عندي شعر زائد نقيس الهرمونات لانها سليمه ما يبقاش عندي تكيسات. ليه؟ الحساسيه عاليه. طب هل هنا بقى اقل كميه بتاثر فيها؟ الله يبارك فيك. لكن لو انا معايا اضطرابات في الدوره الشهريه كمان معناها ان المبيضين متاثرين في استخراج الاستروجين والتستوستيرون، ما هم في توازن. يا جماعه لو احنا قلنا الاستروجين والتستوستيرون 10 مراحل عشان يتخلقوا، في 9 مراحل مشتركه بين التستوستيرون المرحله الاخيره اللي هيروح اليمين او يروح شمال. اي اضطراب سواء في الرجل او الست يروح ضرح للعكس، واخد بال حضرتك، يحولها عكس. فاضطرابات في الدوره الشهريه بالحب اللي انا قلتهم دول زائد شعر او شعر مع اضطرابات وما الى ذلك تبين ان هناك في مرض دفين صعب علاجه شويه. طب سؤال يا دكتور، يعني هل ممكن بعض الادويه وبعض العلاجات تكون سبب في احداث ما خلال لسه انا جاي خلل هرموني؟ ما لا انا جاي عشان لسه الاضطرابات الهرمونيه لسه كتير. يعني انت عندك حضرتك، طيب هل هناك ادويه اخرى او يعني هرمونات اخرى؟ التستوستيرون ده حضرتك في متشابهات داخليه، يعني هو له، احنا قلنا الاستروجين والتستوستيرون قريبين من بعض بس في بعض حاجات قريبه منهم. يعني انت عرفت ان دول بيتخلقوا من الكوليسترول مثلا، كوليسترول كوليسترول عادي بيطلع بعدين يخلق منه هذه الهرمونات التستوستيرون وال ثلاث حاجات مش واحد بس. فابن عمهم الكورتيزون، يعني الكورتيزون ابن عمهم العائله. العيله. فهنا لو الكورتيزون زايد في الجسم او انا باخده من بره، وده اجابه سياده حضرتك واخد بال حضرتك، يحصل لي برضو نمو شعر زائد في السيدات. طب والرجاله مش هيحصل؟ هيحصل بس مقبول وعادي وطبيعي. فمش هنقول يعني هو طبعا في حاجات تانية الكورتيزون هيعمل حاجات تانية واخد بال حضرتك. فمن هنا واحيانا الكورتيزون يطلع معاه استروجين عالي، قصدي تستوستيرون عالي. يعني الاستروجين الكورتيزون بيطلع من الغده الكظريه. الغده الكظريه دي برضو بتطلع قلنا قبل كده تستوستيرون. في بعض اورام تبقى موجوده في الغده الكظريه تطلع الاثنين. وساعات تطلع الكورتيزون وتخليقاته او عشان ابن عمه شبه التستوستيرون يقوم يطلع لي شعر زائد في السيدات وفي الرجاله. بس الرجاله احنا قلنا الرجاله مفيش مشاكل طب على ذكرك للكوليسترول يا دكتور، هو هنا اقدر اقول من ضمن محاسن الكوليسترول او من ضمن الكوليسترول المفيد اذا جاز لنا التعبير، يعني معلش اسمح لي اعلاميا، في مدرسه بتقول ان انت لو وصلت لصفر الكوليسترول صحه كويسه، وفي مدرسه تانية بتقول لا هو خارج عن سياقنا. خارج عن سياقنا بس يعني يعني على ذكره بس. لا هي في مدرسه، المدرستين انت ممكن توافق عليهم بس انا شايف ان ما لهمش علاقه خالص. لان في ناس كتير قوي بيجي لهم جلطات في القلب ومفيش كوليسترول وما عندوش كوليسترول. بس اللي انا عايز اقوله ان الكوليسترول احنا بنستعمله في تخليق هذه الهرمونات كميات ضئيله جدا جدا، حتى لو طلع صفر زي ما انت بتقول فالكميه الداخليه كافيه. يعني ليس هناك مرض نقص في هرمون التستوستيرون او الاستروجين ناتج عن نقص الكوليسترول. ايوه هو الاجابه دي اللي انا عايزها. مفيش مرض لنقصه، نزله يا اخويا زي ما انت عايز. تمام حضرتك. كويس. يبقى انا عندي حضرتك يبقى عندي هرمون التستوستيرون والاستروجين واتكلمت على الكورتيزون كمان وهذه والادويه القريبه منهم. يعني في قريبه ادويه قريبه منهم.
يعني مثلا في هرمون قصدي في دواء مضر للبول مشهور قوي، الطلبه حتى بتوع سنه باكوس طب والجماعه دول عارفين الكلام البسيط قوي ده، اسمه الدكتون او كده سبانولاكتون، ده قريب قوي من الاستروجين. فالرجاله لما ياخدوه يطلع لهم سيدروم يكبر يكبر ويبقى فيه يعني هويصلات لبنيه. يا سلام. واخد بال حضرتك؟ طيب هل احنا عندنا امراض غير يعني تسبب خللا هرمونيا ناشئا او من مواطن غير الغدد الصماء؟ طبعا. انت لو عرفت ان حضرتك ان الناس اللي عندهم بعض الاورام زي اورام الرئتين يطلع هرمونات كما لو كانت طالعه طبيعيا من الغدد الصماء في الرجاله والستات. يا سلام. نعم. يعني الرئه ما يطلع فيها ورم بيبقى خبيث عاده، فبيطلع هرمونات معينه زي الكورتيزون وساعات زي التستوستيرون وزي كده. اورام الكبد نفس الحكايه. بل ان الكبد في الناس المتقدمين في السن بيفشل في استخلاص الاستروجين. بيفشل. ما احنا الرجاله فيها استروجين. يفشل في استخلاص الاستروجين. الرجاله دول برضو يحصل لهم ان صدرهم او يحصل لهم ثديين، يطلع لهم ثديين. خلل. خلل الرجاله نفسهم. ما هو الرجاله لما بيجي لهم انثويه يبقى الصوره ان هو يعني ما يبقاش عنده اعراض الرجوله، بلاش الرجوله، الذكوره. الذكوره. بعض البنات. وخليها في الاماكن الطبيعيه. بقى اللي هو البطين والعانه. العانه. يبقى حاجه من اتنين، يا اما البنت دي بدات بلوغ طبيعي بس مبكرا. سريع. مبكرا. مبكرا. سن 6 سنين او 8 سنين. هذا مبكر قوي طبعا. طبعا. الناس دول لما بيجي لهم كده بيجي لها الدوره على 7 سنين. معنى جات الدوره يعني هتربط على كده، تلاقي طولها 100 سنتي. 100 110 120. ما تطولش عن كده. وعاده بيبقى عمرهم قصير. يعني السايكل لايف سايكل اللي هي الفتره الحياتيه الزمنيه ضغطت بدل 70 80 سنه ضغطت ل 20 25 سنه. فالبلوغ بسرعه وكله، وده يبقى بلوغ فسيولوجي طبيعي جدا. ويحصل تبويض والجوز تخلف. وكذلك الولد نفس القصه. فهو هنا حضرتك يبقى او ان يطلع شكليا كورم في المبيضين، كورم في الليفر في الكبد، كورم مثلا في الرئتين. احيانا هنا يلتبس الامر بقى عند البلوغ، الدنيا كانت ماشيه كويسه قوي والبنت بدا يطلع لها داء، وبعدين يطلع لها شنب، وبعدين دقن بقت زي الراجل، وتغيير شكل الكونفجريشن العضلي والصوت البادي بتاعها. ده مش قاصر فقط على شكل الهرمون الذي يؤثر على المبيضين او على ده، بقى اتحولت، وده اللي يسموه التحول. التحول هنا حاجه من اتنين، يا اما كانت البنت دي او الولد ده يمتلك الجهازين معا، يعني جهاز انثوي وجهاز ذكوري، ومن هنا بنكلمه انت عايز تبقى ولد ولا بنت؟ يقول انا بميل ان انا ابقى بنت، نحوله لبنت. ده حاليا هنا التحول الجنسي بقى، دخلنا في تحول جنسي. ده الموضوع اتطور قوي. طبعا دخلنا في تحول جنسي. والبدايه شعر. والبدايه شعر. والبدايه شعر بس. يبقى هنا الموضوع مش موضوع اقدر اقول شكلي فقط، بل ان الموضوع موضوع جوهري. لا، ما احنا اتفقنا اللي متابعنا من الاول يعني يقعد يذاكر الحلقه دي. خبر حضرتك لازم حلقه تزاكر. ارشيفيه فعلا. لا مش ارشيفيه، بعد هذا كذا فيها عمق علمي. بالظبط، ما هي عشان كده هي ارشيف لديكومنتري، حاجه لا اصل هنحط ارشيف احنا كده على الرف. لا ارشيف ده قصدك مرجعيه. مرجعيه. اختلفنا في المصطلح بس الدلاله واحده يعني. مرجعيه. فهو حضرتك ال ضيعت الكلام مني يعني. يرجع تاني يا دكتور. قلنا الموضوع مش موضوع شكلي. لا يعني احنا ده كده تحولنا او دخلنا. طب ناخد من الاول جوهري. من الاول. في عند البلوغ حصل مشاكل. ان البنت بقى شعر كتير. دي علامة خطيرة. معناها ان البنت دي هتتحول، ممكن تحول حقيقي لذكر او مش تحول حقيقي. اللي بنعرفه ازاي ان هو حضرتك لو حقيقي هنلاقي موجود، يا اما كان موجود خلل في الغده الكظريه وبان عليها وقت البلوغ، واخد بال حضرتك، وده بنعالجه. او ان انا عندي جهازين تناسليين، احداهما ذكوري واحداهما اناث، وفي الحاله دي استأصل واحد منهم. واحد منهم اللي هي بقى ميولها لايه اكتر. بالظبط. وده كان كلمه جندر، يعني زمان كان يقول لك سكس في البطاقه،
في يعني جواز السفر مش عارف ايه بالانجليزي سكس الجنس ميل في ميل لا هو دلوقتي حطوه جندر جندر معناه ال 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 الاحساس بالذكوره او الانوثه الميول لا الاحساس الذاتي انت سيادتك حاسس انك راجل ولا ست سوري يا نهار ابيض ايوه وصلوا لده ايوه الجندر انت اكتبه انا حاسس ان انا امراه خلاص حاسس انك تكتب في ميل مش شكلك ايه ده تفرق عن السكس خبر حضرتك ده تصنيف جديد تصنيف جديد اللي هو يعتقده داخله انا ايه وده دايما في الجواز والحاجات دي يحطوه كن عشان انت انا عاملك ايه انت ايه بالظبط انت مين فيهم انت مين فيهم عشان لو كان راجل نجيب لك ستات لو ستات نجوزك بنات وهكذا يعني او العكس صحيح طب عند يعني بعد الولاده يعني سن مبكر يبقى حصل يا اما حضرتك حصل تعجيل بالبيوبرتي اللي هي البلوغ يا كاذب يا صادق ايه ده هو في بلوغ كاذب في بلوغ كاذب اللي هي بلوغ صادق بلوغ كاذب ان هيبان كل الحاجات ما عدا المبيضين ما بيشتغلوش يعني اللي قدامي الصدر يكبر شكل كده يكبروا شكل انثى لكن تيجي تلاقي المبيضين زي ما هم ما فيش تبويض يبقى ده بلوغ كاذب واخد بالك وفي بلوغ حقيقي ان في تبويض ولا جواز التخلف واخد بال حضرتك وده اللي اتفقنا عليه البلوغ الكاذب مش موطنه فيسيولوجي يعني في بلوى موجوده تحته ادويه زي ما انت قلت بتتاخد غلط اضطراب هرموني عظيم موجود لازم نظبطه سواء طالع من الغدد الصماء بتاعتنا او طالع من اماكن غير الغدد الصماء او من نفس الغدد الصماء حصل فيها تغيرات سواء كانت تغيرات وظيفيه او تغيرات حقيقة يعني نسيجية يعني المبيض طلع عليه مثلا تكيس اتحول لرجولة ولذلك هو تكيس المبيضين نسبته عالية مش قليلة في بلادنا وفي بلاد العالم صحيح بالمناسبة وهو بنسب جينا بقى حضرتك على سن مثلا 20 سنة او 18 سنة او 25 او 30 والشعر بدأ يزيد في هناك بعض الأغذية تزود نمو الشعر في السيدات والرجاله اغذيه يعني تناول نسب دهون مشبعه بهرمونات اللي بيدوها للحيوانات وكلمه هرمونات تعطى للحيوانات عاده اللي هي كانت حبوب منع الحمل وما زالوا مش عارف بيستعملوها ولا لا لانها رخيصه ومدعمه اللي هو الاستروجين بالظبط كده فيدوا الاستروجين للدجاج اللي هو الفراخ عشان تكبر بسرعه ويدوها حقن او كده بيدوها للبقر والجاموس واحنا عارفين ان الاستروجين والكلام ده بيتخزن تحت في الطبقه الدهنيه تحت الجلد الطبقه الدهنيه فالاكل منه كتير ولا سيما المنسد فود اللي هو الاكل المهروس على شكل الهمبرجر على شكل مش عارف ايه على شكل الكلام ده كله واحنا ناخد نحش بالظبط ومحدش دارين بالدنيا اكتر من كده ان ساعات في المذبح او ما غيره بيروح جايب السقط بتاع الجاموسه او العجل يعني السقط ده مش بيقعد هو يبص عليه زي ما انت بتقعد عندكم في البيت وتنظفه وتعمله ده بياخده كده يروح يغسله شويه ميه وخش يا جدع على المفرمه في مليان غدد يعني الجاموسه دي فيها كميه هرمونات تكفي مثلا حوالي 50 راجل فالجاموسه دي فيها استروجين وفيها تستوستيرون والعجل ومش عارف ايه والكلام ده بس كله يميل الى النسويه ويهرسه ويطلع على شكل كفته على شكل مصنعات لحوم برجر مصنعات لحوم المفروم الكلام ده احنا للاسف عمليه طهي المفروم لا تاخذ حقها يعني كلها شاوي وبتاع ما يلحقش قلبه وقومه زي ما بيقول الهرمون ده ما يلحقش يكسر فبالتالي يتاثر على يتفاعل بقى مع الجسم دخل هرمون في السيده اسمه استروجين ما كويس يتحول لتستوستيرون يجيب لي خد للراجل بقى يفضل زي ما هو استروجين ينيل له الدنيا يخليه ما عندوش كفاءه جنسيه ما يشوفش انتصاب ما فيش الكلام ده كله وخبر حضرتك الى جانب بعض الادويه اللي حضرتك تفضلت وقلتها في ادويه بتزود الشعر معروفه يعني لستة الشائع منها يعني قليل الحقيقه ولكن هي محفوظين ومعروفين حوالي 10 12 دواء واحيانا في ادويه وقفوا استوقفوا استعمالها كان في دواء مشهور قوي تلاقيك انت سمعت عنه اللي اسمه مونكسوديل
الميلوكسيديل ده حضرتك كان اساسا بيستعمل الضغط. ياخد الدواء عشان لقوا الستات طلع لها شعر في دقن. قال لك الله حلو قوي. يعني الدواء بنديه نزل الضغط راح مطلع شعر، طب ما نديه للرجاله يشيل الصلع. وده اللي بيحصل دلوقتي. وللستات. بيعملوا سبري دلوقتي. بالظبط. لا في سبري وفي منه كل حاجه. وفي كل قال لي حتى لو الدقن خفيفه بنحطه على الدقن برضه. انت لو حطيته على ايدك كذا مره يزود الشعر. واخبار حضرتك؟ فمن هنا نعمل ايه في حاله فيها شعر زائد؟ لا انا عايز افرق بين حالات بقى، مش حاله. حاله فيها شعر زايد هنا اقدر اصنفها ازاي؟ ما هو حضرتك احنا انا يمكن في مجال يعني كلامي اتكلمت على امتى بيحصل. يعني عند سن كام سنه؟ عند سن مثلا 6 سنين هيبقى ايه؟ عند سن 14 سنه هيبقى ايه؟ طب زايد في المناطق الطبيعيه انه يكون موجود فيها، ولا زايد في اماكن يعني مش طبيعي ان اشوف ست بدقن؟ لا يعني انت حضرتك ما فيش حاجه اسمها اماكن طبيعيه، اماكن طبيعيه يبقى طبيعي. تمام. سواء خفيف او كتير. يبقى احنا بنتكلم على اماكن غير الطبيعيه. طبعا. بالنسبه للستات. تمام. ايه يعني هي دايما الشعره يعني مش طبيعي ان انا الاقي الست عندها شعر في سنة. لا طبعا مش طبيعي، بس هو الشعره احنا ساعات بنسمح للسيدات الشعره الناعمه الخفيفه اللي هي ما تشوكش، واخد بالك، اللي هي مثلا تطلع كل اسبوعين او كل 3. لكن ساعات تطلع ولونها ساعات يبقى ما يبقاش اسود قوي، يا اما فاتح يا اما بدي على الاصفرار ده، الله يفتح عليك، خبر، او ممكن يعني جراي نهار ما يبقى يعني وشعره ناعمه وديسبيرسد يعني مش مكثيف، لكن الكثيف وتلاقيه خشن وتحس انه مدبب، السن مدبب زي الدقن كده وسريع النمو وكثير وكثيف الى حد كبير ولونه اسود. طب هنا اعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي احنا هيبقى عندنا 2 تارجت عايزين نظبط البنيه التحتيه ونعالج الشعر في حد ذاته. طب احنا هنعالج الشعر ازاي؟ يعني بالليزر والكلام ده؟ انا موافق. طب ليه بالليزر؟ لان الشعرايه دي يا فندم عامله زي النبت الخبيث. عارف النجيله اللي بتطلع؟ مش النجيله بس بقصها تطلع تاني. تطلع تاني، هي خلاص بقى لها يعني حول حضرتك بقى لها جذور. بس انا عاوز اوضح احسن من كده. احنا حضرتك عشان يطلع حضرتك نبت غير مرغوب فيه لازم في ترويه، يعني في ميه في المنطقه. الميه دي هي الهرمونات. مش هقدر اوقفها. هنوقفها؟ ما انا دول بعمل انا ايه؟ تمام. طب انا بعد ما وقفتها هي ضربت بجذورها، ما بقتش محتاجه الهرمون. وقفت على حالها زي ما بيقولوا. حتى ما تشيلها تطلع اختها. لحد ما فتره معينه بعد كده ما تبقاش تبقى هي نفسها هي والعدم سواء. يعني انا صلحت البنيه التحتيه، يعني الناس راحوا شالوا الشعر بنسميه ايبايليشن، اتشال بالفتله، اتشال بالحلاوه، اتشال بالمكنه، اتشال باي حاجه بالليزر، واخد بال حضرتك؟ طول ما البنيه التحتيه خصبه لانتاج شعر هيفضل يطلع جديد فاحنا بيبقى عمل جماعي. احنا بشتغل في حتتي وهو بيشتغل في حتته. انا علي اظبط له الشكل الهرموني اللي موجود ده بما يمنع اعاده نمو الشعر في الاماكن دي. وده هياخد منا من 6 شهور لسنه. لازم انا اظبطها بدي. وهو عليه حضرتك ان كل ما الشعر يطلع يشيله. بعد سنه هيلاقي نفسه ما فيش، 6 شهور سنه ما فيش. هما مسارين، مسار بس طويل المدى. مش هقول طويل المدى يعني، سنه ده مش حاجه كتير يعني بالنسبه للعلاج برضو. مسار علاج جذري ومسار لما تطلع كل شهر ممكن تتشارك. بس احنا لحد دلوقتي بنتكلم تجميل. يعني بعد مع احترامي لسيادتك اللي هو جذاب التحفيف. عاوزين نخش في الطب بقى ابو جد. الحته المهمه في الطب بقى اللي هو المنع. يا ريت. ده في سرطان، ممكن يبقى في سرطان في المبايض. اسباب اخرى. ايوه طبعا. في سرطان في الغدد الغده الكظريه. في سرطان في الخصيتين. ممكن في ايام ما عندهاش خصيتين يعني في الرجال لو كان. او خصيتين في السيدات مختفيتين يعني اللي احنا قلنا عليه. حته جاهزين. في سرطانات في الرئتين، في سرطانات في الكبد، ويبقى حجمها قد الفوله. السرطانه يعني مش حاجه كبيره. مش لازم ورم كبير. مش لازم. فاحنا عندنا دلائل الاورام الهرمونيه. ما خدهاش كده. احنا كده تعالى عملنا بتوع تحفيف. يلا تعالى نشيل لك بقى بالفتله والبتاع. لا مش انا. هو هيشتغل شغلته هو بقى. احنا بنتكلم في الاصل. انا بشوف البلاول دي. عندي تكيس مبيضين ولا مفيش تكيس مبيضين. طيب جينا نقيس الهرمونات لقيناها سليمه 100 100، هل انا كده يبقى الشعرايه طالعه لوحدها؟ لا ابدا. الشكل الهرموني ده مش مناسب للست دي. يعني لو جينا
للمواصفات المحطوطه الارقام الطبيه ما باخدش انا شخصيا ما باخدش بقى مش شرط ان انا احقق الارقام دي ابقى انا كده طبيعي ودي تتماشى معايا خالص الهرمونات يا فندم احنا عايزين بس نفهم الفرق بين يعني انت سعادتك في نوعين من التحاليل في تحاليل بتبين عوامل الهدم داخل الجسم يعني الكلى اما تبوظ في ايه اللي هيبان الكبد اما يتعب في ايه اللي هيبان زي مثلا الكبد الاس جي او تي اس جي بي تي القناه الفوسفاتاز مش عارف ايه الالبومين الكلام ده كله بوظان كبد البلوروبين او الصفرة زادت مش عارف ده كله بوظان كبد الحقيقه كلمه بوظان كبد كمان يعني الكبد المفروض الحاجات دي بتزيد اما هو ما يعرفش يتخلص منها حمل عليه او ان تهتك في خلايا الكبد فدي بتنساب جوه الدم في تهتك او حريقه او تاكل بينما ما اجي ده مش عاوز اطول فيها قوي لا بينما الغدد الصماء انا بشوف كفاءه عمل الاعضاء الاقوى بقى او الاعمق ايوه بشوف كفاءه عمل الاعضاء يبقى انا عندي هرمون معين واخد بال سيادتك بتاع سيادتك طالع 15 لكن العوامل اللي هو المفروض يؤديها مش مناسبه الكفاءه بتاعتها ليه لان هناك في نوع من الخلل ما بين كميه الهرمون واستجابه الاعضاء والانسجه انها تشتغل صح الماتشنج اللي بينهم يعني انا حضرتك لا اقبل ان وظائف الكبد تزيد 1% عن الطبيعي لكن الغدد الصماء اقبل انها تزيد 20% و100% او تقل الاهم تماشيها مع الباقي خلينا نقول مثال يمكن الناس تعرفه يبقى سهل اليوم ماشي يعني مثلا عندك سيادتك العربيه جيت تشوف البنزين سرقان البنزين ليها لقيته ربع الطبيعي بس بتوصل لحد 200 كيلو في الساعه تمد ايدك لا زي الفل الله يبارك فيك تمام لكن لقيت الشكمان بيطلع زيت لا لازم اقف بقى بالظبط هي كده في خلل هنا بقى انا البنزين ما يهمنيش ولا عمري بقيسه ادام الدنيا ماشيه كويس يبقى البنزين كويس حتى لو الربع واخد بال حضرتك بينما ان اي خلل هيطلع دخان هيطلع مش عارف ايه الموتور هيسخن ده خلل ده كله الاس جي او تي والاس جي بي تي والالكالين فوسفاتيز والكرياتينين واليوريا ومش عارف ايه دي كلها عوامل هدم يعني الرقم بتاع الهرمون ليس هو وحده قياسي سميها مطلقه او المطلقه او الوحيده ليست وحده قياس الوحيدة. مطلقه او فريده لا خلاها مطلقه لان هي نسبيه نسبيه صح وكل واحد له كميه الهرمون بتاعته يعني انا مثلا حضرتك جالي سيده شعرها زاد بقى له 6 سنين ولا سنه والراجل قال لها احنا عم بنجيب هرموناتها طبيعيه على فكره هرمونات طبيعيه طب نعمل ايه لا انا مش هاخد بده خالص هرمونها اللي هو ده عاوز ينقص 20% ده عاوز يزيد 20% ده عاوز يبقى صفر نبتدي هنا نتدخل بقى خلي بالك الارقام دي غير طبيعيه اللي انا بعملها انا بفصل لها الكلام ده انا دي نظرتي للطب في الغدد مش ده ليس نظرة عامة وليس نظرة متفق عليها اقدر اقول دي مدرسة الاستاذ الدكتور دي مدرستي طبعا من 20 سنة تمام انا اخبار حضرتك دي مدرسة لهاش تهم بيها طبعا الحمد لله مدرسة الكلام ده موجود طبعا الحمد لله طبعا دي مدرسة عالمية الله يعني انت بتطبق ده في المركز طبعاً. في مركز في مركز الغدد الصماء طبعا طب معلش قبل ما انهي الحلقة بقى بمناسبة ذكرنا انت جبته لنفسك يا دكتور بمناسبة المركز بقى طب دلوقتي انا في ناس كتير ممكن يكونوا بيشاهدونا دلوقتي عندهم خلل هرموني عندهم شعر زايد الموضوع بيؤرقهم لو حبينا ان احنا يعني نديهم كده هدية والله بص حضرتك احنا كنا اتكلمنا انت جبته لنفسك انا عارف حضرتك انت طالما اكتر اذني ان احنا ان شاء الله احنا بنعمل نوع من التطوير والتجديد في مركز الغدد الصماء بتاعنا وان شاء الله هنفتح على اول يناير ويناير وفبراير عاملين 50% بس هنقول لهم كمان هنعمل 50% اللي احنا عاملينه متكامل دلوقتي يعني هيبقى في ازاله الشعر وفي حاجات تجميل والى جانب بس هنعمله بقى سيادتك اللي هيبقى عندنا مش هيبقى مجرد مع احترامي للناس التجميل السطحي لا ده التجميل الطبي من خلال الغدد يعني انا عايز اقول لسيادتك من خلال ضبط الهرمونات ما شاء الله عليك انت بس وشك المنور الجميل ده مش بحسد الله يخليك يا دكتور ده على طول تبص عليه كده هرمونات مظبوطه كلى مظبوطه كبد مظبوط الكلام ده كله مظبوط طيب في سيده راحت تقول عندي تجاعيد سنك يا ست عشان 45 سنه مين اللي قال لك الكلام ده ممكن التجاعيد ده اختلال هرموني كبير بيبقى عندها 70 سنه والشام نور بالظبط كده يعني احنا بقى هنتميز بدي مش هنروح نصلح الجلد لا لا لا
انا هنصلح ان شاء الله يعني ان شاء الله هنخش جوه جوه الانسان الاول وبعدين نوضب له بما يتواسع يعني يعني الجلد عاوز شد عايز الى جانب الهدوم في خصم للطريق الثالث ولا لا؟ هنعمل له 50% ما انت عارف كده بقى بس يناير وفبراير بس في خصم للطريق الثالث يناير وفبراير طب ماشي لما عاد يناير وفبراير لا بس استنى بس لازم يحجز الان تمام الحجز من دلوقتي اوكي يخلص يناير فبراير وهنخش في مارس برضو ماشي البركه فيك ماشي. يعني ما تقدرش تقول حاجه طبعا سؤالين لازم اختم بيهم بس في عجاله يعني اللي هي الاجابات المختصره اقدر اقول ان الشعر الزايد في اماكن غير مرغوب فيها يمكن ان يكون عرض لمرض داخلي اللي هو خلل هرموني 90% 90% طيب سؤال عكسي طيب الرجاله اللي عندها خلل في الشعر وبيسقط هل ممكن الهرمونات تكون سبب؟ طبعا يا كثيره هرمون الغدة الدرقية هرمون النقص الهرمون برضو الذكورة شوية ممكن يأثر أو إن هو بياخد أدوية ممكن تأثر في هذا الموضوع تتحول إلى استروجين أكتر طب اللي اتصاب مثلا بحالات صرع أو كده يمكن لو تضبطنا الهرمونات يحصل إنبات ولا لابد من تدخلات مع ضبط الهرمونات تاني سؤال لو حد عايز يعمل إعادة إنبات للشعر عانى من صلع أو كده لو ظبطنا الهرمونات يتم إنبات ذاتي عادة ما نبص حضرتك في الرجالة مع السن العمري والسيدات الهرمونات لها حسابات على حسب السن تمام لو السن يسمح ممكن بس عشان أقول لحضرتك إن الصلع اللي عند حضرتك دي ذكورة فلا يمكن أدخل أزود الذكورة الرجالة الذكورة اسمها البولدنس ده ذكوري لما ابتدوا دول يخشوا كده واخد بال حضرتك وبعدين يفضوا ده رجوله ده حاجه كويسه يعني. حوله الست لا 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 ده كده حاجه كويسه خالص فاحنا هنا بنستعمل حاجات غير هرمونيه بس انا عايز اقول حضرتك ان الشكل العام التغيرات الجلديه سواء شعر زائد سواء تجاعيد سواء خشونه سواء ان هو يبقى بلور يعني عايز اقول شحوب سواء احتقان سواء ده كله وراه غدد لازم نظبطها قبل ما يخش جلسات ليزر قبل ما يخش جلسات تشيل الشعر طبعا الفحص بيساعد طبعا خش على المضمون ما تخش على الظاهر بس عايز اقول حاجه قبل لو معاك دقيقه ان دلوقتي مش كل اللي بيشتغل الشغلانات دي اطباء واحنا موافقين انهم يشتغلوها لان شغلات تكنيكال تمام بس لازم يعرض نفسه على الاقل طبيب غدد صماء قبل ما يعمل حاجه من دي تمام وده الافضل طبعا يعني لابد الرجوع على الخبره انا حلقتي انتهت بس لقائي يعني برضو محتاج لمزيد من التوضيح وان شاء الله هيكون إن شاء الله. هنكمله ان شاء الله يا في طريق ثالث يا في كونسولتو بشكرك الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد القامه الطبيه العالميه شكرا جزيلا لوجودك معنا في الطريق الثالث وشكرا للخصم الطريق الثالث ربنا يبارك في سيادتك كما اشكر مشاهدينا على حسن المتابعه يتجدد بكم اللقاء وحلقه جديده والاربعاء القادم في مثل هذا الموعد وطريق الثالث لمثل هذا الموعد تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل هذا هاني الدباني يحييكم الى اللقاء